مساء الخير على كل مستمعي نجومة فأم، أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج على السفرة. يا رجندي معاكم وزي ما تعودتوا كل يوم في رمضان بيكون منورني في الاستوديو شاف، وبنتكلم وبنقول لكم على وصفات مختلفة. النهاردة منوراني في الاستوديو شاف سارة الرفاعي. يا سارة مساء الخير وكل سنة وانتي طيبة. مساء الخير يا يارا، كل سنة وانتي طيبة وكل اللي بيسمعونا طيبين. ميرسي على وجودك جدا النهاردة. والنهاردة بقى احنا هنطبخ ايه؟ بصي بقى النهاردة نعمل شركسية. الله، الطبق اللي كل الناس بتخاف منه مع انه سهل قوي بس خطواته طويلة سنة. بس فعلا انتي صح، قليل جدا ما تقابلي ناس وتروحي عزومه وتلاقي الشركسيه، لازم يكون بقى حد معروف ان الشركسيه بتاعته حلوه جدا، يا اما فعلا الناس بتخاف تعمل شركسيه. هي سهله بس خطواتها طويله فالناس بتخاف منها. اوكي، قولي لنا بقى يعني متهيالي الطريقه اللي هتقوليها النهارده هنحاول نبسطها على قدر الامكان. حلو قوي. بصي احنا مبدئيا عندنا رز ابيض مطبوخ، الرز الابيض العادي بتاعنا اللي بنطبخه. أوكي. في البيت فده عندنا كوبايتين رز ابيض مطبوخين. عندنا بقى عايزين نعمل مرقه فراخ. اوكي، فنتكلم على المكونات الاول. انا عندي فصين حبهان، فصين مستكة، اتنين ورقة لورا، عود قرفة، ربع معلقة صغيرة فلفل حب. أوكي. وعندنا طبعا فرخة مغسولة كويس قوي، ومية وبصل وتوم ومعلقة زبدة. أوكي تمام. أوكي. هنشوح الأول، هنحط الزبدة تسيح في الحلة، وبعد كده نشوح البهارات كلها ثانيتين يعني بس ريحتها تطلع. أوكي. وبعد كده نحط معاها بقى الفرخة تاخد لها برضو تشويحة حلوة. بعد كده بقى نحط البصل والتوم ونحط المية، بس مش مية ساقعة ولا سخنة، مية من الحنفية. أوكي. نخليها تغلي توصل انها تغلي، بعد كده نوطي عليها النار ونسيبها بقى تغلي على نار هاديه كده لحد ما الفرخه تستوي. اوكي جميل. اشيل الفرخه بتاعتي واصفي الشوربه. احنا كده بقى عندنا الشوربه بتاعت الفراخ اللي هنعمل بيها الشركسيه. تمام. اوكي، نيجي بقى نتكلم على الصوص، وهو ده بقى ايه الحته الصعبه دي بقى، وصول الشركسيه. اوكي. انا عندي المكونات كوبايه عين جمل مفروم وكوبايه توست ابيض. عارفه التوست الطري عادي اللي بنشتريه من السوبر ماركت ده، هشيل الطروف بتاعته وهفرم الابيض، الجزء الابيض، فيبقى عندي كوبايه توست مفروم. هفرم يعني في الفود بروسيسور كده. في البروسيسور عادي. أوكي. جدا. والعين الجمل برضو هعمله في البروسيسور عادي قوي. اوكي اوكي. فانا هجيب في الخلاط، احط كوبايه عين الجمل المفروم ده وكوبايه التوست، واحط عليهم كوبايه مرقه. اوكي. ياخد اضربهم مع بعض ضربه، هيعملوا معايا زي يعني خليط تخين شويه. يعني بيست، معجون شويه. بالظبط، زي معجون كده شويه. هقوم بقى جايبه على النار طاسه فيها معلقه زبده وبصله صغيره مبشوره. اوكي. اشوح البصله، مش عايزاها تاخد لون بس تصفر كده، واقوم نازله بقى بالخليط ده عليها. اوكي. اقلبه كويس مع البصله، هيبقى تقيل قوي. هنا بقى هنبتدي نخفف كل شويه بالشوربه، يعني كل شويه ازود مغرفه شوربه لحد ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. صوص الشركسيه مش خفيف قوي ولا تقيل، يعني أوكي. صوص اقدر احطه على الفراخ. اوكي اوكي. فبس بحط مغرفتين ثلاثه هيظبط يعني قوي. بيبقى كريمي شويه. بالظبط كده، مش ميه، مش سايب، بيبقى كريمي كده شويه. اوكي. وهحط بقى ملح وفلفل، احط رشه قرفه صغيره قوي، رشه بابريكا. وبعد كده بقى هنعمل الطشه بتاعت الصوص ده. الطشه. قولي لي بقى. بصي احنا هنجيب طاسه ثانيه. عندي حته زبده صغيره، معلقه ونص كزبره صغيرين. هاخدها تقلبتين كده في الزبده اللي هو ابتدي احس ان ريحتها طلعت قوي، واقوم بقى حطاها على وش الصوص ده. اوكي. انا اهم بقى خطوه ان احنا بعد بنعمل كده ان احنا نصفي صوص، لان انا عاد حاطه بصل، فلو اكلتي صوص الشركسيه هو في حتت بصل كده يبقى سخيف قوي، مش حلو. بالظبط. فانا هصفي بقى الصوص ده كله، يبقى عندي الصوص جاهز خلاص. يبقى انا كده عندي الرز مطبوخ، الصوص اتعمل، والفراخ بقى الفراخ هقطعها اربع تربع. اوكي. في طاسه ثانيه اقوم حاطه حته زبده كده ظريفه وشويه. حلو قوي موضوع شويه الزبده اللي موجودين دايما على الزبده كده. فهقوم بقى مشوحه صدور الفراخ دي تاخد لون حلو من بره. وبعد كده انا عندي بقى كده الطبق جاهز، اقوم بقى حاطه الرز جنبه، الصوص جنبه، الفراخ، ومن فوق ممكن احط بقى عين جمل. اوكي. نزوقها كده، نزوقها كده شويه حاجات خفيفه. اوكي. بس يعني وهل يستحسن ان احنا الصوص ما نحطهوش على الرز الا قبل ما نقدمه برده على طول؟ بس انا مش بحب احطه على الرز، بحب احط خفيف قوي منه على الرز واحطه بقى على جنب. أوكي. عشان اللي عايز كتير ياخد، عايز قليل ياخد، بس برش الرز رشه خفيفه كده بالصوص. وبعد كده وجنب وحواليه الفراخ وبقيه الصوص على جنب. يعني يعني نحط الصوص بطريقه ان هي تخلي شكل الطبق حلو. بالزبط. ولكن الكميات تكون على حسب كل واحد بيحب. بيحب صوص كتير صوص قليل زي ما هو عايز. اوكي. بس كده هي سهله، بس الموضوع طلع ابسط مما كنت اتخيل. يعني انا عمري ما فكرت ان انا قبل كده اطبخ شركسيه، لاني دايما حاسه انها صعبه، فلازم اكلها بره ورايح دماغي. الناس كلها تعمل شركسيه بقى عامه. احنا اكيد اكيد هنجرب الوصفه دي، وحقيقي يعني يا ساره بسطتيها لنا جدا. ميرسي. طيب الحمد لله يا ساره، احنا عندنا وقت فهتقدري تقول لنا كمان وصفه سريعه تانية كده. هنعمل ايه تاني النهارده؟ نعمل بقى قطايف بالجبنه. حلو قوي. يعني بسيطه وسهله جدا وسريعه، ونعملها اصلا ونشيلها في الفريزر تقعد
هتقعد معانا رمضان كله. حلو جدا. يعني المعروف القطايف بالجبنه البيضاء، النهارده هنعملها بالجبنه الرومي بقى. اوكي. نجيب يعني الجبنه الرومي هبسته جدا جدا. كل واحد بقى يجيب الجبنه الرومي اللي بيحبها، قديمه جديده، يعني اللي انت بتحبيه مش فارقه. هنجيب نص كيلو جبنه رومي نبشره. اوكي. كويس قوي. وبعد كده نحط عليه بيضه. اوكي. والبيضه هي اللي هتخلي الجبنه لما تسيح تبقى ملتين كريمي كده شويه، ما تبقاش انها ناشفه يعني. أوكي. وفلفله خضراء متقطعه صغير قوي ورشه فلفل اسود بس. بس هعجن الحاجات دي مع بعض كويس قوي، هتلاقيها عجنت مع بعض عملت زي عجينه كده. اوكي. نحشي القطايف، واللي عايز يشيلها في الفريزر يشيلها، عايز يحمرها على طول يحمرها، بتقعد بالشهور في الفريزر ما بيحصلهاش اي حاجه، وطبق حلو قوي في رمضان وينفع اصلا فطار وسحور. بس سحورها 19 سنه تاني يوم بس صغيرة. مش بس يعني عادي بس كده. طب ده حلو جدا الوصفه دي، وسهله جربها بالميكس ده. سارة مرة تانية بشكرك على وجودك معايا النهاردة، وميرسي جدا على الوصفات الجميلة اللي قلتنا عليها، وإن شاء الله نجربها ونبقى كمان نقولك إيه. كل سنة وانتو طيبين. وانتي طيبة، ميرسي على وجودك. النهاردة نورتني وشرفتني في الاستوديو شيف سارة رفيعي، يا رب تكون الريسبيز عجبتكم والوصفات اللي قالتها. طبعا بقى عايزاكم تجربوا الشركسية والقطايف وتبعتوا لنا قولوا لنا على صفحتنا على فيسبوك facebook.com/nogumafm nogoumfm. إن شاء الله نتقابل بكرة حلقة جديدة وهيكون معايا شيف جديد، ونتكلم ونقول وصفات جديدة. لغاية ما نتقابل، باي باي.